الزائر لسوق طيبة الشعبي يلحظ كثافة المواطنين والمواطنات من الباعة الذين يحاولون اقتحام السوق بكل إصرار لمنافسة البائع الأجنبي والذي ظل مسيطرا لفترة طويلة على السوق. هي شوف يعني لو ما في بيع وفي فايت لنا احنا السعوديين ما كان قعدت فيها 8 سنوات، سمعتني؟ يعني جالسين فيها طول عمر، شتاء بارد قيض حر بدون مكيفات بدون شيء، هذا اكيد انه فايده لنا احنا، يعني سمعت؟ والشعب السعودي والشباب السعودي والعالم والرجال السعوديين يبغون العمل ويبغون الشغل، بدل ما يروح طول عمر انه ياخذ من الناس يمدده ولا يقول اعطوني سلفوني ولا، فالشغل ما فيه عيب، احنا افضل من غيرنا، يعني نكون احنا نداحم الاجانب نطلعهم عن بلدنا، لان كحنا الاولى في رزقنا في بلدنا. والله لي هنا 2 سنين تقريبا، نغير كذا نشاط، نجرب تغيير، والسوق حلو، تجارب حلوه، تنافس الناس والناس ينافسونك، والتجاره بشكل عام جميله. يعني التنافس بين ابناء الوطن لحجز مكان لهم والسيطره على جزء من اقتصاد السوق هو هاجسهم، ولكن تبقى المطالبة بالتنظيم والتعاون لمنع البائع الأجنبي من مزاحمتهم، حيث يرى الكثيرون أن السوق يزخر بالعديد من الفرص، حتى أن بعضهم تخلى عن وظيفته. والله أنا كنت موظف يعني قبل 2 سنين تقريبا، ونزلت السوق هنا وشفت أن الشباب السعودي كلهم يبيعون يشترون يعني، فجتني فكرة العطورات، وأنا على رأس العمل نزلت العطورات يعني فترة كذا سنة، بعدين استقلت من الوظيفة الحمد لله. الآن يعني أبيع وأشتري زي شوفت عينك عطورات، والأمور ماشية الحمد لله، وأكثر الشباب السعودي كلهم هنا برضه يبيعون يشترون، يعني ما عندهم أي مشكلة. يعني كانوا قليلين السعوديين، كانوا قلة بالعدد من قبل 5 سنوات، والآن ما شاء الله يفوق 3/4 السوق إنهم سعوديين بساطين ومسيطر على من الأول للأخير. تواجد السعوديون والتكاتف فيما بينهم جعل منهم العين التي ترصد المخالفات التي تحصل بالسوق، وخاصة مخالفي أنظمة الإقامة. للإخبارية طلال الأزهري، الرياض.